اسمحوا لي أن أدعو السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإلقاء كلمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على تشريفه لنا النهاردة في جامعة كفر الشيخ. احنا فندم جامعة كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ فيها 75,000 طالب، فيها أيضا 22 كلية ومعهد يعمل بها أكثر من 1700 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وبها أكثر من 2300 موظف. بتخرج سنويا حوالي 12,000 من الطلاب، بها طلب الدراسات العليا أكثر من 11,000 طالب، وأيضا بها 1300 طالب وافد بيدرسوا من معظم الدول العربية والدول الإفريقية والدول الآسيوية. حققت في خلال الفترة اللي فاتت مراكز متقدمة في البحث العلمي في بعض التخصصات زي العلوم البيطرية وأيضا في العلوم الزراعية. جامعة كفر الشيخ فندم موجودة وفيها كبير جدا في خلال الفترة اللي فاتت، سواء على مستوى المنشآت أو مستوى الخدمات التعليمية أو الخدمات البحثية، وأيضا على مستوى الخدمات العلاجية. أضفنا ليها تخصصات يمكن كنا بنتكلم عنها من خلال المنتدى شباب العالم، أو منتدى اللي احنا عملناه البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي، وكنا بنتكلم في المنتديات السابقة أيضا على وظائف المستقبل. يمكن أضفنا في خلال الأربع سنين والخمس سنين اللي فاتوا بعض التخصصات على سبيل المثال وليس الحصر، كليات الذكاء الاصطناعي وكليات العلوم وتكنولوجيا النانو، وأيضا الكليات لها علاقة بالطبيعة الخاصة لمحافظة كفر الشيخ اللي فيها 45% من يعني إنتاج الأسماك في مصر، كلية للعلوم والاستزراع السمكي، بخلاف كلية للصناعات الدوائية أو معهد للصناعات الدوائية. ومن هنا كانت دايما احنا بنبص على المستقبل وعلى ريادة الأعمال، وبنبص أيضا على مستقبل الدراسة في التخصصات الجديدة اللي نقدر ان احنا نضيفها مش بس في جامعاتنا الأهلية الجديدة، لكن أيضا في الجامعات الحكومية والجامعات الدولية. قدرنا من خلال توسع في القطاع الصحي في جامعة كفر الشيخ ان يكون فيها كل القطاع الصحي ممثل، سواء في كلية الطب البشري، في طب الأسنان، في الصيدلة، في العلاج الطبيعي، في التمريض، وأيضا كل القطاعات الأخرى المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا. من خلال المستشفى الجامعي اللي تم افتتاحها من سيادتك من سنة 18، الحقيقة فرقت بشكل كبير جدا في محافظة كفر الشيخ في تقديم رعاية صحية مش بس المحافظة، ولكن أيضا على مستوى 3 محافظات اللي في نطاق حدود محافظة كفر الشيخ. بيتم علاج كثير من المرضى وإجراء عمليات جراحية متقدمة من خلال هذه المستشفى المتطورة جدا، فيها حوالي أكثر من 434 سرير، بالإضافة إلى أسرة عناية مركزة، وأيضا 13 غرفة عمليات مجهزة بنظام الكبسولات. بعد ما فتحت كلية الطب اللي خرجت دفعة، وهناك دفعة في الامتياز النهاردة، بقى محافظة كفر الشيخ لا يوجد داعي لأي مواطن من محافظة كفر الشيخ إن هو يقدر يسافر أو يروح على طنطا أو على المنصورة أو على المحافظات القريبة حتى يتلقى العلاج. مع وجود كليات الطب اللي ابتدت تخرج ومع وجود مستشفيات مجهزة بأعلى تجهيز، ده ما حصلش يا فندم غير في خلال الست سنين اللي فاتوا. الحقيقة بدعم كبير جدا من الحكومة والدولة بميزانيات ضخمة جدا عشان نقدر إن احنا نحقق في محافظة في أقصى شمال الدلتا خدمات تعليمية وبحثية وأيضا صحية متميزة جدا. أمثلة كثيرة تحت الإنشاء أيضا، بنضيف من خلال الفترة القليلة القادمة لمستشفى ضخم للطوارئ ممكن تكون حوالي 650 سرير فيها، أيضا دي هتضيف لمنظومة التعليم وأيضا هتضيف لمنظومة التدريب والخدمات الصحية للمحافظة شكل كبير جدا. قدرنا نخلص فيها حوالي 50%، وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة كانت من فترة يعني قريبة، قدرنا ان احنا نوفر من موازنة الدولة
دعم كبير عشان نقدر ان احنا نعدي المعدلات الزمنيه المخططه لهذه المستشفى ونضيفها الى عدد الخدمات الصحيه المقدمه. هتفيد طبعا مش بس برضه محافظه كفر الشيخ لكن المحافظات الاخرى. ايضا بيتم انشاء مستشفى للاورام، يتم الانتهاء من نسبه التنفيذ 60% حاليا، ونطمع ان ان شاء الله في خلال 8 شهور الجايين يتم الانتهاء للمستشفى ودخولها، وده هيحقق ايضا خدمات صحيه في لمرضى الاورام علشان ما يبقاش فيه اي نوع من انواع المعاناه اللي ممكن يكونوا بيخرجوا بره المحافظه. مبنى العيادات الخارجيه ايضا دي اضافه جديده للمنظومه الصحيه في محافظه كفر الشيخ من خلال الجامعه. منظومه التعليم العالي عامه معنيه ببناء الانسان، وبناء الانسان يعني من خلال الوظائف اللي احنا معنيين بيها وبنتكلم فيها، وسيادتك اثناء المداخله في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي حضرتك قلت على موضوع ان احنا بنتكلم على ناحيه تنفيذيه، ازاي ان احنا نقدر نحقق هذه الوظائف او استعداد الطلاب للمستقبل من خلال التعليم الجيد. ده بيتحقق من خلال التخصصات اللي امام حضراتكم، دي تخصصات موجوده في معظم الجامعات المصريه الحكوميه، 27 جامعه فيها الحوسبه وفيها المحاكاه وفيها الاستزراع السمكي للمحافظات اللي فيها، وفيها ايضا نظام الاتمته والنظام التعليم الالي والذكاء الاصطناعي والهندسه الوراثيه والنانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي. اذا احنا بدانا بالفعل منذ سنوات بتحقيق امال وظائف المستقبل عن طريق إنشاء برامج وكليات جديدة داخل الجامعات الحكومية حتى تكون هي القاطرة التي من خلالها يتدرب ويتخرج علماء المستقبل والطلاب الجاهزين لوظائف المستقبل. من خلال متابعة منظومة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي ووضعها بنظام مميكن، نستطيع به أن احنا نتابع كم كبير جدا من المشروعات، قربت من 535 مشروع في الجامعات الحكومية. لن يتسع الوقت ان انا اتكلم على باقي المشاريع خاصة بالجامعات الاهلية او الجامعات التكنولوجية او حتى المعاهد والمراكز البحثية، ولكن يعني اسمحوا لي فقط ان انا اسلط الضوء على بعض الانجازات او بعض المشاريع التي تتم في الجامعات الحكومية من اسوان لاسكندرية ومن العريش لمرسى مطروح في كل الجامعات، واحنا بنتكلم في مشاريع ضخمه جدا بميزانيات تقترب من 45 مليار جنيه. الدوله المصريه متمثله في الحكومه وبتوجيهات من سياده الرئيس بيتم دعم. هل احنا محتاجين اكتر من كده؟ اكيد، ولكن يعني زي ما سياده الرئيس خلال اجتماعاته معانا ان احنا بنعمل بشكل جدي جدا وبنشغل بشكل نحاول نحسن من ونطور من امكانياتنا، ولكن الدولة المصرية في خلال السنوات القليلة الماضية في ملف التعليم تضاعف حجم ميزانيات التعليم أكثر من 10 أضعاف الموازنات اللي كانت موجودة من قبل 6 سنين و7 سنين اللي فاتوا. ده خلانا نقدر نقول إن من خلال مشاريع تعليمية أو خدمية أو إنتاجية أو حتى علاجية بيتم التطوير في كل الجامعات. أمام حضراتكم يمكن كم كبير من المشاريع بتتم على مستوى الجمهورية في جامعات مختلفة باختلاف نسب الجامعات وباختلاف موقعها الجغرافي وباختلاف كم المشروعات الموجودة فيها، لكن الأكيد إن احنا شايفينها بشكل يومي وبنتابعها بشكل دقيق جدا من خلال سواء البرامج في وزارة التخطيط أو من وزارة التعليم العالي من خلال المنظومة اللي احنا بنتابع بيها، ونسب التنفيذ بتتم بشكل على قدر ما هو متوقع منها. المشروعات على سبيل المثال ليس الحصر أيضا مجموعة من المشاريع اللي بتتم في جامعة دمياط لا تقل في كل التخصصات بالتوسع فيها، واحنا طبعا مش بنتكلم فقط على التوسع في مجالات الانشاء ولكن ايضا على مستوى اعضاء هيئه التدريس والبرامج المقدمه وتجهيز المعامل حتى نستطيع ان احنا نقدم لطلابنا في جامعاتنا الحكوميه خدمات تعليميه، جامعه دمنهور، ايضا جامعه السويس، جامعه بنها، جامعه العريش. اذا عندنا تطوير في معظم الجامعات باختلاف الفئات او باختلاف النماذج التعليمية سواء خدمية أو إنتاجية أو صحية. مشروعات المستشفيات الجامعية أيضا احنا معنيين بتطويرها، تطوير طوارئ واستقبال القصر العيني
والان بنشتغل فيه باضافه مستشفى 500 500، وتم تطوير ايضا معهد الاورام والمبنى الجنوبي لمعهد الاورام، ده بالنسبه لمستشفيات جامعه القاهره. لكن على نفس القدر بنعمل في مستشفيات جامعه المنيا وجامعه طنطا وجامعه المنصوره وجامعه بورسعيد. اذا كل الجامعات المصريه التي بها كليات طب وبها مستشفيات جامعيه بيتم التطوير. اللي انا بحكي لحضراتكم عليه ده محتاج موازنات ضخمه جدا. الدوله المصريه يعني لا تبخل ابدا في توفير كافه الامكانيات لدعم هذه المنظومه، لان احنا معنيين ليس فقط في التعليم ولكن ايضا بتقديم خدمات صحيه متطوره لخدمه التعليم والتدريب والبحث العلمي، وايضا خدمات صحيه للمرضى. جامعة المنصورة في أضفنا أيضا لجامعة الزقازيق مستشفى متطور جدا، مستشفى العاشر من رمضان التابعة لجامعة الزقازيق، وأيضا مستشفى سوهاج الجامعي. في نفس المنوال اشتغلنا على بتكليف من سيادة الرئيس من أكثر من سنتين على التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية بالجامعات لمحاولة لميكنة الجامعات، وده ما انتهينا إليه إن احنا بقى عندنا معظم قطاع الطبي في الجامعات المصرية وهي المرحلة الأولى مجهزة تجهيز كبير في ما يخص تطبيق الاختبارات الميكنة والاختبارات الإلكترونية. وفي طريقنا إن شاء الله أن احنا نتوسع في كل التخصصات الأخرى في الجامعة اللي بدأنا بالفعل حتى يتم تقييم الطلاب تقييم حقيقي وتقييم مميكن، وده يعني قدرنا من خلال ميزانية تصل إلى 7 مليار جنيه أن احنا نصل بجامعاتنا، وفي طريقنا إن شاء الله لما كانت المستشفيات الجامعية على نفس القدر، حتى ننتهي في خلال العام القادم من ما كانت معظم الاختبارات الإلكترونية في كل الجامعات وأيضا المستشفيات الجامعية. كما تفضل سيادة الرئيس في أكثر من لقاء وتركيزه على قضية الوعي وبناء الإنسان من منطق التوعية النشأ وبنائه، وأيضا استعداد الجامعات من خلال خريجيها ومن خلال الطلبة اللي فيها. تم أيضا إنشاء مبادرات كثيرة داخل الجامعات المصرية، على سبيل المثال مبادرة كل يوم جديد لتعريف الطلاب في الجامعات المصرية بما يتم بداخل الدولة من خلال زيارات ميدانية لكل مشاريع الإنتاج، سواء في المصانع أو سواء في الطرق أو سواء في الأنفاق أو مشروع قناة السويس أو المشاريع الزراعية أو أي مشاريع الدولة بتتبناها من المشروعات التي تحتاج إن احنا نشوف للطلبة إن هم يقدروا يتعرفوا عليها بشكل كبير، وبدأ من خلال مبادرة كل يوم جديد. أيضا من خلال الثقافة والوعي لتنمية الطالب أثناء فترة دراسته بالجامعة نفسيا واجتماعيا وثقافيا وفنيا ورياضيا، معنيين جدا بوجود كثير من الندوات الثقافية اللي بتتم على مدار العام، وخاصة بتعزيز ثقافة المواطنة عند الطلاب الجامعات. معنيين جدا ان احنا نركز ليس فقط على الجانب التعليمي لطالب الجامعة، ولكن ايضا على تنمية مهاراته وتنمية قدراته وتثقيفه الثقافة التي نحتاجها لبناء انسان مصري فاعل. ده خلانا ان احنا نخش في كثير من المبادرات الخاصة بتوعية بمخاطر الفساد، ايضا لمكافحة الفساد. اتكلمنا على ايضا تنوير اجتماعي لقضايا مجتمعية، اتكلمنا على أنشطة طلابية وثقافية وفنية بتتم من محاكاة لمجلس الوزراء، محاكاة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، ايضا تثقيف للشباب في الذي لهم بعض المهارات الفنية عن طريق توفير مسرح للشباب، وأيضا توفير مسابقات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. اشتراك للجامعات من خلال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في حياة كريمة من خلال قوافل طبية وقوافل بيطرية، ووجودنا من خلال مكاتب الاستشارات الهندسية داخل كافة القرى والمراكز، وده من منطق خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وده دور كبير جدا للجامعات المصرية بتقوم بيه، والمفروض ان احنا نقوم بيه كمان بشكل اكتر في المرحلة القادمة. أنشطة رياضية، يمكن كتير ما يعرفش ان الجامعات فيها اتحاد الرياضي المصري للجامعات، وهذا الاتحاد مسؤول عن دوري الجامعات في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية، وفي هناك اشتراك من كل مؤسسات التعليم في مصر، ليست فقط المؤسسات التعليمية للجامعات الحكومية ولكن الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والمعاهد.
يتم وده بشكل دوري، واحنا مهتمين بنشر وعي الرياضه سواء الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه. اكثر من 16 لعبه بيتم التنافس فيها على مدار العام الدراسي وفي اثناء الاجازه الصيفيه من خلال الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. بيتم ايضا التنافس من خلال بطولات دوليه على مستوى الاقليم او ايضا على مستوى العالم، حتى نستطيع ان احنا نكون متواجدين على الخريطه العالميه في كثير من الالعاب من خلال الاتحاد العالمي للجامعات. انشطه بيتم بشكل كبير. الحمد لله يعني اخيرا تم التقدم لاستضافه مصر لبطوله العالم للجامعات في الاسكواش، هتتم ان شاء الله، ومصر فازت بهذه الاستضافه في 2022، وايضا فزنا باستضافه بطوله العالم لكره اليد في 2024 للجامعات. بنحقق من خلال الانشطه الرياضيه مراكز متقدمه جدا في بطولات دوليه على مستوى الانشطه الرياضيه التنافسيه على مستوى الجامعات، كثير من الالعاب، وايضا بطولات العالم والميداليات الاولمبيه اللي بيفوزوا بيها اولادنا طلبه الجامعات وبيمثلوا مصر تمثيل مشرف، واخرها كانت اولمبيات طوكيو واولمبيات اللي تمت في سنه 2020. كثير من الطلاب قدرنا ان احنا نرعاهم ثقافيا ونرعاهم رياضيا، الموهوبين رياضيا في خلال دعمهم بمنح دراسيه في معظم الجامعات سواء الجامعات الخاصه او الجامعات الدوليه، حتى نستطيع ان هم يكملوا تفوقهم في هذه الرياضات. اخيرا مؤشر المعرفه فندم، امبارح بس تم اعلان في ابو ظبي او في الامارات العربيه المتحده ان تواجد مصر او تحسن ترتيب مصر في مؤشر المعرفه العالمي. كنا سنه يعني كنا 3 كنا 95 على 131 دوله، وبقينا من امس اعلنا ان احنا وصلنا ل 53 على 154 دوله. ده فرق ما بين 2017 و2021، ده تقدم كبير جدا، لان هذا المؤشر معني بكثير من المحاور فيها التعليم الاساسي وفيها التعليم العالي وايضا فيها المؤشر العلوم والابتكار. فده تقدم يعتبر نقله سريعه جدا، من خلال اقل من 4 سنوات نقدر ان احنا نحقق هذه المراكز اللي حطتنا في مراكز مقدمه يمكن على راس دوله او راس قاره افريقيا في هذا التقدم في محور المعرفه العالمي وخصوصا في مجال التعليم العالي. اشكر حضراتكم، واي تعليمات يا فندم.